لشبابنا. طب أنا عايز أسأل شبابنا هنا في الاستوديو، هل حد منكم تعرض لتجربة إن جرى محاولة إدخاله في دائرة التطرف، بلاش أقول الإرهاب؟ فضل. تعرضت الموضوع ده بشكل شخصي في بعد صلاة الجمعة، ولكن كان صلاة الجمعة مبدئيا كانت، يعني عايز اربط لحضرتك الاحداث، ان كانت هي بتتكلم، كان طبعا الخطبه موحده من قبل الاواف، وزاره الاواف. بتتكلم في سنه كام؟ من 3 شهور. من 3 شهور بالظبط. كان الخطيب لسه شغالين لحد الوقت. يا فندم. يحاولوا يجندوا شباب. يا فندم. كان الخطيب بيتكلم عن التهرب من دفع فواتير الكهرباء، حرام، حط ده ما بين قوسين يعني. فبعد ما الراجل خلص الخطبة والصلاة خلصت، بدأ ان هم الناس كلها بتكلموا، طب اتكلم عن الغلاء، اتكلم عن المعيشة، مش ده الموضوع. لكن كان في مجموعة دول كانوا قاعدين، هم طبعا اشكالهم مختلفة جدا عن الذين يرتادوا المسجد اعتياديا يعني كل جمعة، وبدأوا يجتمعوا حولهم مجموعات اخرى ويبدأوا يتكلموا عن احنا بنجاهد في سبيل الله، بنجاهد ازاي، احنا ولا يتحدث عن غلاء المعيشه ولا السياسه ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس هو بيتكلم بيقول احنا بنجاهد في سبيل الله، بنروح الجوامع. على فكره انا بقفل على امي الباب وانا نازل، وبنزل الفجر عشان ما تشوفنيش، اقوم ان انا اتاثر واقعد. فبدا ان هو يتكلم مع الناس ويقول لهم لازم وعد شرف ان انتوا تيجوا معانا، وان احنا ما بنعملش حاجه خطر، احنا مش عارف ايه. حضرت انت الجلسه؟ حضرت دي. حضرت يا فندم. وبدا ان هو يتكلم معايا وبدا يتكلم معايا. طب الناس دول كانوا من المنطقه ولا جايين من بره؟ لا لا لا، جايين من بره. وجوه جديد عليه. وجوه جديده، وقالوا احنا من اسكندريه وبنرتاد مساجد الاسكندريه وكده. فبدا ان هو يتكلم ويقول طب احنا عايزينكم معانا، وبدات ان انا اتكلم معاه، قلت له طب وشغلي؟ يقول لي ما احنا برضو عندنا في ناس اهل الله بيساعدونا ومش عارف ايه. قلت له طب هل العمل عباده؟ قال لي طبعا. قلت له طب انا اجي مع سيادتك ليه؟ فبدا ان احنا الحوار، طب امي وابويا دول مش ليهم حق عليا؟ طبعا. اي حي من احياء اسكندريه؟ انا لا، انا مش من اسكندريه. هم بيقولوا احنا من اسكندريه، انا من القاهره، فحي مصر القديمه. العرض ده والقصه اللي بتحكيها حصلت في مصر، في احد مساجد القاهره. ايوه في القاهره فعلا. وانا بدوري بعد ما الموضوع خلص، انا ابلغت السلطات المختصه يعني بالموضوع. برافو ده. برافو عليك. فكره اللي هم بيوصلوا للاماكن اللي موجود فيها الشباب.